لقد بات الجميع يعلم بأن أمريكا تسعى إلى السيطرة على العالم بالطرق التي تشاهدونها بأم أعينكم، بالطرق التي لا يقبل بها كل العالم، وهذا ما يسمى بالعولمة التي تسعى إلى تطبيقها حتى ولو على المدى البعيد. وطبعاً الإخضاع والإذلال لا يكون إلا بالطرق الوحشية وبالضغوطات الشديدة التي تقوم بها على البلدان. وآخر ما قامت به وأمام العالم بأسره وبلا استحياء أو خجل بإرسال الوفد إلى اليابان والضغط عليها حتى تغير رأيها من عدم إرسال قوات إلى العراق إلى رأي آخر، وهو إرسال القوات بأقرب وقت ممكن. وهذا دليل ملموس آخر على العولمة الأمريكية التي تريدها وترغب بها، والتي أشار إليها السيد الوالد قدس سره في إحدى خطبه في صلاة الجمعة المباركة، إن أمريكا وإن زعمت سيطرتها على العالم حتى أصبح العالم اتجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين بعونه تعالى. وهذه المقولة تحمل الكثير من المعاني، وخصوصاً بعد أن نعلم أنها قبل كل هذه الأحداث التي افتعلتها أمريكا في العالم بأسره، وقبل حربها العلنية على الإرهاب. هذا مضافاً إلى أننا يجب أن نعلم أن كل شيء قد يزول إلا ما كان لله، فهو ينمو ولا يزول، وكما قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. إذن كل شيء كان قرية قربة إلى الله تعالى ومن الله ليس باطل ولا يزول كإيمان المؤمنين، فإن ذلك من الله وإلى الله، فيبقى ثابتاً في قلوبهم ولا يتزعزع مهما فعل أعداء الله، فإنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فليعلم الجميع إن إيمان المؤمنين كما بقى ثابتاً على الرغم من إرهاب الطاغية الهدام وحزب البعث الكافر، واستطاع أن يشق طريقه في الصخر وفي البحر عجبا، فكذلك فإنه سيبقى ثابتا وقويا ولا يميل مع كل بلاء. فلا تتصوروا أيها المحتلون أنكم بضغوطاتكم وإشاعاتكم وتهديداتكم بالقتل وغيرها أنكم بذلك تزيلون أو حتى تقللون من إيمان المؤمنين، بل أن المؤمن الحقيقي كلما زاد عليه البلاء والضغط ازداد إيمانه، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وعموما فإن المؤمنين يستبشرون ويتشرفون بأن يعلن الباطل وأهل الباطل العداء ضدهم، ولا يخافون من هذه العداوة، بل أن الفخر كل الفخر بأن يكون المؤمن موالي للحق وأهل الحق، ويرضي الله عز وجل بأعماله وأفعاله وأقواله، ليس إلا ويعادي الباطل وأهل الباطل بالطرق التي ترضي الله عز وجل أيضاً.